لما صار في تأجيل القروض، وبعد صار تأجيل القروض الإجباري لما صار في تأجيل اختياري، هذا بيدل انه وقفت جنب الشعب الأردني. وقفت من ناحية انه أجلوا عليهم، أجلوا كل شيء عنهم، وهذا إشي يعني كويس للبنك المركزي، هو اللي عملنا واتاح هذا الإشي. حس البنوك كبنوك يعني ما عملت إشي، إجا قرار من البنك المركزي وجبر كل البنوك انه تأجل القروض او الدفعات او شغلات زي هيك، بس كدافع من البنوك ما يعني ما شفت اي بنك تصرف وعمل اي شيء. لا ما عملت، لا لا ما عملت نهائيا، ما عملت شيء. لا 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 ما ساعدت. كان لازم تساعد المواطن بالفتره هاي يعني وقت الكورونا والاوضاع يعني سيئه يعني كانت الامور. هذا حكي مش صحيح. في ايش بدها تكون وقفت يعني؟ اللي عليه اقساط، في كم من بنك أجلوا أقساطهم، ولكن الأكثرية من البنوك ما وقفوا بالمرة، بالعكس زادوا في الفوائد وفي الأقساط. لا أنا بالنسبة لي لا، السبب ما بعرف بس لا. طبعا لا، كان المفروض، كان المفروض أنه أول إشي يساعد المواطن اللي عليه قروض يأجل قروضه، مثل ما أجلوا أي شغلة لشهر واحد بعد شهر واحد عشان الناس تتنفس. فالآن المواطن محبط ماديا ومعنويا. في ناس وقفت، في ناس ما وقفت، لأنه أنا عندي قرض وأجلوه وقالوا بده يزيدوا على الفوائد الزيادة، وقدمنا شكوى للبنك المركزي وما ردوا لنا خبر. لما راجعت البنك قالوا يا عمي لا خلص، بس بغلبوني كل ما بدي أجي أخذ أسحب الراتب على القروض.